تندموا النهارده لما تعرفوا موضوع اللانشون والدايت. بس الاول من فضلكم نشير الفيديو عشان الناس تستفاد والمعلومه توصل للناس كلها، ومن فضلكم نصلي على سيدنا محمد في التعليقات عشان ياخدوا الثواب. ينفع ناكل لانشون في الدايت ولا لا؟ اللانشون فيها تقول عليه سكر فبيوقف الحرق، اللانشون معلوش سكر. طب اللانشون عليه فول صويا، الفول صويا ده بروتين نباتي زي الفاصوليا البيضاء فمفيش منه مشاكل. طب مشاكل اللانشون في ايه؟ اول حاجه المواد الحافظه اللي بتتحط عليه دي مضره للصحه وبتقلل المناعه وليها مشاكل كتير. ولو عايزين تعملوا التجربه سيبوا اللانشون بره الثلاجه اسبوع مش هيحصل له حاجه. المشكله الثانيه والاكبر مكسبات الطعام، ماده اسمها الاس ام جي صوديوم مونو جلوتاميت. مكسبات الطعم دي بتخلي الواحد بعد ما ياكل حته صغيره عايز يفضل ياكل على طول. يعني ايه؟ يعني بتفتح الشهيه. يعني ايه؟ يعني بتزود الجوع. يعني ايه؟ يعني بتوقف الحرق. فخلي بالكم موضوع مكسبات الطعم دي. غير كده الاس ام جي مثبته ان هي مسببه للسرطانات. فمن فضلكم بلاش لانشون في الدايت. طب نعمل ايه؟ البديل ان احنا نخش النت ونجيب الوصفات اللي نعمل بيها اللانشون نعمله في البيت. دمتم اصحاء، تحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحه العامه.